أهلا بكم من جديد، نستكمل سويا هذا الحوار عن الحرب وأثرها مع معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك مرة أهلا بك. يعني البيانات، كنا وصلنا إلى البيانات اللي بتصدر وتأثير هذه البيانات والرسائل اللي بتحملها أو بتقدمها لأطراف الصراع المختلفة. بيانات الخارجية المصرية، تصريحات وخطب السيد الرئيس، ما تقوم به الأجهزة من تواصلات واتصالات معلنة وغير معلنة، اللقاءات التي تعقد على هامش المؤتمرات الدولية، اللقاءات الثنائية اللي احنا يعني حتى الأسبوع الماضي أكثر من لقاء ثنائي للسيد الرئيس ووزير الخارجية، أمس مع وزير الخارجية الفرنسية، الرئيس مع أمير دولة الكويت، تواصل مع الرئيس بايدن أول أمس هاتفيا. كل هذه الأدوات والقنوات هي أدوات الدبلوماسية المصرية، أدوات معلنة زي الدعوة لمؤتمر للسلام وتعبير عن إرادة الدولة المصرية من خلال البيانات اللي حضرتك قلت عليها من إدانة للمشهد، وهي رسائل تتلقفها الإدارة الإسرائيلية. وتفهم أيضا عندما يتحدث السيد الرئيس أننا سنقف أمام عملية التهجير القسري ونعتبرها خط أحمر، هي أمور واضحة عندما أعلننا الخط الأحمر سيرة الجفرة في ليبيا. صحيح. الخط الأحمر هو الذي أقام السلام بين شرق ليبيا وغرب ليبيا. لم نكن أبدا نقصد بالخط الأحمر هو زيادة الصراع بين الأشقاء، بل الفصل بين الأشقاء حتى يتمكنوا من التفاوض وقيادة. نفس الشيء عندما نتحدث عن التهجير القسري، حتى تتراجع القيادة الإسرائيلية أو تنتبه إلى أن أي إجراء يمس مصالح وأمن مصر القومي سيكون له تبعات، سواء تبعات على الأرض أو فيما يخص عملية السلام. ومن هنا تغير القيادة أمامك، وأنا أظن أن إسرائيل أدركت الرسالة، وبالتالي تتكاتف بيانات الخارجية من إدانة وشجب وتنبيه إلى ممارسات دولة، سواء كانت اتصالات بالأجهزة، أخذا في الاعتبار أن كل يعلم أن من يستشهد ويقتل على الأرض هم أهلنا وشعبنا. صحيح. في قطاع غزة. فلابد من العمل لإدخال مساعدات إنسانية، لوقف آلة الحرب الإسرائيلية، للضغط على الولايات المتحدة، لحث الشركاء الأوروبيين على تغيير المواقف والضغط على الولايات المتحدة. وصرنا